الاحترام من مبادئ التمريض، حفظ كرامة المريض والحرص على حصوله على الاهتمام والاحترام، وليس فقط الرعاية الصحية الكريمة. عباقرة كلية التمريض ومباراة قوية جدا في دور 16، وهفكركم بالنتيجة. جامعة المنوفية 90، جامعة المنصورة 60. وحصل عندنا تغيير في جامعة المنصورة، أحمد طلعت نزل مكان محمد مكاوي. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. طبعا أحمد طلعت، أنا عايز أحييك على حاجة مهمة، إنك أنت الطالب المثالي لمدة 3 سنين على المحافظة. كلنا نحيي أحمد طلعت. وحصل عندنا تغيير في جامعة المنوفية، محمود عيد نزل مكان مصطفى داوود. محمود عيد كمان الطالب المثالي ومهتم كمان بالدراسة في الخارج. عايز تدرس فين؟ عاوز أدرس إما في أمريكا إما إنجلترا، عاوز أوصل العلم فعلا اقدر افيد بلدي بيه. عايز تشوف الجديد وتحاول تنقل التقدم في المجال الى مصر ان شاء الله. بالتوفيق يا محمود. ان شاء الله. نرجع لماتش النهارده والفقره الرابعه، فقره تحت الضغط. تحت الضغط فقره مش سهله، محتاجه تركيز. كل جامعه بتختار طالب واحد وفي كل ماتش بيتغير. معايا 10 اسئله وعندنا 45 ثانيه بس. كل جامعة هتختار واحد، وجامعة المنصورة اختارت عبد الرحمن رزق، وجامعة المنوفية اختارت تقى البطحجي. اتفضلوا. طبعا زي ما انتوا عارفين كل إجابة صحيحة بكم نقطة؟ 5. بخمس نقط. تمام. ولو حد جاوب على سؤال واحد بإجابة صحيحة هياخد هدية كم نقطة؟ 10 نقط. اتفقنا؟ أول حد هبتدي معايا تقى، لأن هما اللي ابتدوا الأول. عبد الرحمن تفضل مع فاتن في الغرفة الزجاجية علشان تسمع موسيقى وترجع لنا تاني. تقى تعالي مكاني. بص يا تقى، تركيزك معايا وعينيكي على الكاونتر. 45 ثانية، السؤال اللي ما عندكيش إجابة لي يا تقولي باس نكست أو ما عرفش. تمام؟ جاهزة؟ إن شاء الله. عبد الرحمن أهو في الغرفة الزجاجية بيسمع موسيقى. إزيك عبد الرحمن؟ مستمعنا أهو، قاعد مستمتع أهو، بس هيجي دلوقتي ما تقلقيش، هيبقى عنده 45 ثانية زيك بالظبط. كل إجابة صح بخمس نقط. إن شاء الله. عينيك على الكاونتر وتركيزك معايا. تمام. تحت الضغط، كاونتر. ماذا يطلق على صوت الفيل؟ بس عند حدوث نزيف الأنف إلى أي اتجاه يجب إمالة رأس المصاب؟ للخلف. غلط. في أي دولة أقيمت بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عام 2019؟ هند. غلط. في أي قارة تقع صحراء الرمل الكبرى؟ أفريقيا. غلط. في أي جزء داخلي في الرأس يقع مركز التنفس؟ مخيخ. غلط. ما هي الدولة الآسيوية التي كان محمد علي جناح رئيسا لها؟ الهند. غلط. من هو المطرب والملحن الذي غنى وحياتك يا حبيبي؟ عبد الحليم. عم محمد عبد الوهاب. تفضل. للأسف الشديد يا تقى، ولا إجابة صحيحة. أعتقد إن أنت كنت مضغوطة وقلقانة جدا، لأن في إجابات أنا واثق إنها عندك. معلش، حصل خير. الحمد لله. ننادي عبد الرحمن؟ تمام. هنشوف دلوقتي عبد الرحمن هيعمل إيه. موقف اتسهل لجامعة المنصورة. موقف أكيد بقى سهل لجامعة المنصورة. هنشوف. عبد الرحمن تعالى مكاني، تفضل. بص يا عبد الرحمن، أنت محظوظ. تقع
الحظ ما كانش حالفها، ما قدرتش تركز وما جاوبتش على ولا سؤال بإجابة صحيحة. فأنت عندك فرصة إنك تخطف نقط وتاخد من طوع 10 نقط هدية كمان. عينيك على الكاونتر وتركيزك معايا. جاهز؟ جاهز. تحت الضغط كاونتر. ماذا يطلق على صوت الفيل؟ بص. عند حدوث نزيف الأنف لأي اتجاه يجب إمالة رأس المصاب؟ إلى الأنف. صح. في أي دولة أقيمت بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عام 2019؟ الإمارات. صح. في أي قارة تقع صحراء الرمل الكبرى؟ السعودية. غلط. في أي جزء داخلي في الرأس يقع مركز التنفس؟ الجزء بص. ما هي الدولة الآسيوية التي كان محمد علي جناح رئيساً لها؟ تركيا. غلط. من هو المطرب والملحن الذي غنى وحياتك يا حبيبي؟ حليم حافظ. تمام. تفضل مكاني. سؤالين يا عبد الرحمن، مع ان الاسئله الحقيقه ما كانتش صعبه، بس سؤالين بعشر نقط وعشر نقط من طوع هديه، يبقى كده انت مجموع النقط اللي معاك 20 نقطه. نشكر عبد الرحمن وطوع. اتفضلوا. تمام. 80 جامعة المنصورة، 90 جامعة المنوفية. دلوقتي هقول لكم على الأسئلة اللي ما تجاوبتش. ماذا يطلق على صوت الفيل؟ نهيم. في أي قارة تقع صحراء الرمل الكبرى؟ أستراليا. أستراليا بالظبط كده. في أي جزء داخلي في الرأس يقع مركز التنفس؟ مدلة أوبلنجيتا. جذع المخ. جذع المخ أو النخاع المستطيل. النخاع المستطيل. ما هي الدولة الآسيوية التي كان محمد علي جناح رئيساً لها؟ باكستان. من هو المطرب والملحن الذي غنى وحياتك يا حبيبي؟ سيد مكاوي. تمام. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 4 أسئلة من دراسات كليات التمريض. أول 2 معايا سمر إيهاب وإسراء خليفة. تفضلوا. هنشوف مين اللي هيحرز أول هدف. إسراء وسمر. سمر وإسراء. روح رياضية. تمام. السؤال الأول. ما هي أهم المضاعفات للإنعاش القلبي الرئوي؟ ريب فراكشر. ممكن يحصل كسر في الأضلاع. سمر الهدف الأول. الهدف الأول لجامعة المنصورة. أحمد طلعت ومحمد مجدي. محمد مجدي وأحمد طلعت. هدوء في الاستوديو. السؤال الثاني. ما هي الأوردة التي تحمل الدم المؤكسد في جسم الإنسان البالغ؟ مجدي إجابتك. الأوردة الرئوية. الأوردة الرئوية. الهدف الأول. تفضلوا. هدف مقابل هدف. السؤال الثالث. شيماء وتقع. تقع وشيماء. وهنشوف مين اللي هيحرز الهدف اللي جاي. هدف مقابل هدف. روح رياضية. تمام. بسم الله. السؤال الثالث. ما هو الإجراء التمريضي المناسب في حالة وجود زرقان في اليدين والقدمين فقط لمولود حديث الولادة؟ أكسجينيشن. تنفس يعني أكسجينيشن. شيماء إجابة خاطئة. على مهلك. طه اتفضلي. نفس الإجابة. كانت نفس الإجابة. نفس الإجابة. الإجابة الصحيحة تدفئة القدمين واليدين للطفل.
اتفضلوا. هدف مقابل هدف، ودلوقتي الهدف اللي هيفصل. الهدف ده بقى ب25 نقطة. هي دي مشكلة ضربات الجزاء. في حالة التعادل سؤال واحد يفرق، بيحسب 80 تبقى كام؟ 105 أو 90 تبقى 115. السؤال الرابع، ما هو الفيتامين الذي ينصح بتقليل الأطعمة الغنية به إذا كان المريض موصوفا له أدوية مضادات التغلط؟ فيتامين كي. فيتامين كي. فيتامين كي. الهدف الثاني. فيتامين كي. هارد لك يا محمود. فيتامين كي هي الإجابة الصحيحة لعبد الرحمن ب25 نقطة. جامعة المنصورة رجعت تاني في المباراة والنتيجة اتغيرت، 105 جامعة المنصورة، 90 جامعة المنوفية. من أصعب الماتشات اللي هتعدي علينا الموسم ده. فريق المنوفية فريق قوي وخصم لا يستهان به بالمرة. الفريق المنافس فريق قوي جدا. الجامعتين مستواهم قريب جدا من بعض. أي حد فيهم ممكن يكسب. الإجابة اللي خمنتها كانت أكسجينيشن، وكانت نفس إجابة شيماء زميلتي في المنصورة. فريق معتمد عليا فقرة ضربات الجزاء، والحمد لله إن أنا قدرت أكون قد المسؤولية وقدرت أجاوب السؤال الأخير. الهدف الثاني. عادة الحظ هيبقى ليها دور في اللي هيكسب في ماتش النهاردة. إحنا ممكن نرجع تاني في أمل إن إحنا نكسب المباراة إن شاء الله. المباراة ما تحددش نهايتها، وهي ممكن تتحدد مع آخر سؤال. ماتش النهاردة هيخلص إزاي؟ هتنتهي على آخر سؤال. المباراة لسه في الملعب والنتيجة قريبة جدا جدا. سؤال واحد يرجع المنوفية تاني في المقدمة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة. فاصل ونرجع تاني مع العباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 45 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 225 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 975 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. العباقرة التمريض برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، شركة جيلياد ساينسز، الراعي الرئيسي للعباقرة التمريض، وزارة الصحة والسكان. الشعب أول ما بيلاقي إن الوزارة مهتمة بيه وبترعاه وبتساعده بيطمن. عشان كده دور الوزارة مهم جدا، يبقى في الشارع وسط الشعب مع الناس. حضرتك لو أنا دايما بسأل الطلبة أحلامكم إيه، فأنا عايز أسأل حضرتك حلمك إيه؟ حلمي إن إحنا نعمل منظومة صحية مستدامة، التأمين الصحي الشامل. حلمي إن هو لا يتوقف محافظة ورا محافظة. حلمي إن يبقى العاملين في وزارة الصحة أكفاء ولهم فرص تعليم وتدريب مستمرة من منطلق المستويات العالمية. حلمي ان هم يبقى عندهم ثقة. حلمي ان انا اقدر استبقيهم في النظام الصحي. والموضوع مش موضوع رواتب بس، من حقهم ياخدوا رواتب، وده اللي اتعمل في التأمين الصحي الجديد. بس اللي انا بقول لك اللي هيستبقي العاملين في وزارة الصحة هي التعليم، التعليم المهني. عشان كده قلنا عام 2019 هو عام مقدم الرعاية الصحية. طبعا. اعتقد ان الخطوه اللي عملناها او الاعلان اللي قلناه من كام يوم، وجهه نظري هي اكبر خطوه تاريخيه في العصر الحديث في الطب.